اوكي خالد، وصلنا سؤال $500. عطونا السؤال، كم يبلغ ارتفاع او طول شلال توجيلا في جنوب افريقيا؟ اتصل على صديقي عبد الله. ماشي، اتصلوا على صديقه عبود. بس اخر ما سوى قالوا عبود شنو اطول شلال؟ وين دار تعبان مهموم؟ سارة ما تبيني خالد، ما تبيني، رايح الشلالية كلها سيدة. زين احنا برنامج مو وقته، شنو اطول شلال بافريقيا؟ طول شلال افريقيا يساوي حبي حق سارة. يا اكيد بتهدك من ريحه حلجك، ريحه كتاب طايح بماي. خلصني جاوب، ايش دراني شو اطول شلال؟ شايفني حوت على فكره، كمان انت ريحه فمك بقلاوه. انت الطب مش تبي تبقى تسمعيني ساره بالتلفزيون؟ سمعي مدفونه، لا حول ولا قوه الا بالله. خلص التايم. بتاسف استاذ خالد، شو حابب تكون الاجابه؟ بنسحب البرنامج لانه برنامجك وانت شارك